طبعا يا نون، هاي بيت قديمه يعني سيدي، وهو هان بس حالات واكو هان سيدي، يعني قبل تركيا سيدي موجود هنا. مساحه اراضيها 16450 دونم، او بالضبط 16453 دونم. تبعد عن محافظه نابلس حوالي 18 كيلو اللي هي اقرب محافظه علينا. عدد سكانها الحاليين حوالي 80 نسمه، بينما قبل 2002 كانوا حوالي 300 نسمه. اعتماد السكان هنا مصدر دخلهم الاساسي اللي هو الثروة الحيوانية والزراعه. الثروة الحيوانية ما ظلش مراعي بالكامل، صار اللي عنده 100 راس غنم يبيع 10 مشان يطعم 90 ويبيع 10 مشان يطعم 80، يعني عداته بتتناقص. والأراضي الزراعية ما ظلش إلا المنطقة اللي قريبة علينا اللي هي داخل البلد، بس هاي بنتصرف فيها بحريتنا تقريبا، يعني مش حرية كاملة حتى أخرى. منطقة ممنوع البناء فيها نهائي، محاطة بخمس بوابة استيطانية زي ما أنتم شايفين، عن آخر بيت 10 متر ممنوع أنا أطلع إلا تنسيق، وحتى التنسيق يعني موسم قطف الزيتون بيعطوني اياه في وقت مش مناسب ومده غير كافيه، بيعطونا 4 ايام مشان لك 3000 زيتونه. 5 بوابه استيطانيه عندنا الحمد لله، من الجهه الغربيه اسمها قفعات علام افري اران، من الجهه الشماليه اسمها قد عنيم، من الجهه الشرقيه لها رقم 777، وفي كمان وحده ورا الجبل هذا وراها اسمها ايتمار كوهين. طبعا هاي كله هذا امتداد او سرطان تاع ايتمار. يعني نون احنا اشتغلنا فيها قبل يمكن 10 سنوات، وأبرز قضية تابعناها اللي هي إيصال المي لمنطقة يانون وخط المي، اللي قعد 3 سنوات بالمحاكم الإسرائيلية لقدرنا نجيب أمر السماح لإدخال المي لمنطقة يانون. بتعاني من تهجير السكان الأصليين فيها لأنه ممنوع البناء فيها في الفترة الحالية، بتعاني عدم الاعتراف فيها حتى الآن من إنها هي تجمع فلسطيني، مع أنه هي عمرها أضعاف الاحتلال الإسرائيلي. في أحداث شبه يومية، في اعتداءات متكررة من المستوطنين للسكان الموجودين. إحنا بنحكي عن 32 شخص بست عائلات موجودة في تجمع يانون، وهذا التجمع قاعد بضمحل، وفي إشكالية كبيرة في موضوع حتى التعليم، حتى موضوع التواصل مع العالم الخارجي. منطقة يانون شبه مغلقة بالكامل، كل أراضيها مغلقة، يعني الأربع مناطق أو الأربع اتجاهات هي مغلقة.